FM. الكل ملك. قالوا أنه هناك تململ في بعض أعضاء حزب الاتحاد الوطني الحر الشارية وخرت شوية وبالتالي فما ممكن انسحابات. هاتي ينفى بورتوت نقولوا لا هذا صحيح ولا غلط. حكيت الانسحابات نوضح ونأكد وعلى مسؤولية التامة ما فماش انسحابات ما عدا الحالة اللي تعرفوها الأخت أحلام كمرجي اللي في الحقيقة متغيبة على الحزب من قبل حتى الانتخابات وواصلت في تصريحاتها ربي يهديها نقول لها مرحبا بها إذا كانت حب ترجع ولكن أعتقد أن تصريحاتها وصلت إلى مستوى محير ومخيف ومضحك أحيانا وربي يهديها هذا إيش نقوله الكل ملك